السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حط الزيت على الشاي وارتاحي خالص، وصفة هتدعيلي عليها. يلا نشوف هتتعمل ازاي كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. ياريت اول الفيديو كده تدعموني بلايك حلو كده من ايديكم الحلوة، تقديرا منكم لمجهودي. الوصفة انا هعملها ازاي؟ هجيب مثلا حلة صغيرة زي ديت ساجة، هي من السهل ان هي تسخن. وهاجيب لو انت عندك شاي ناعم اللي هو اهو، مثلا انا عندي احمد تي، الشاي من اللي هو الشاي الاسمر العادي ده، او يستحسن في الوصفة ديت ان يكون شاي اخضر، فانا هحط شاي اخضر اهو. كلنا عارفين فوائد الشاي الاخضر لحاجات كتير، فانا في يستحسن عندي في الوصفة ديت ان انا هحط معلقتين كبار همت من الشاي الاخضر، معلقتين معتبرين حلوين كده اهو. ما عندكش شاي اخضر عادي، شاي من اللي هو الشاي الناعم ده، اي نوع من انواع الشاي يعني برضو ينفع مفيد برضو في الوصفة ديت. وعندك زيت عادي اللي هو زيت تموين، زيت اي زيت، اي نوع من انواع الزيوت ينفع في الوصفة دي، بس يستحسن زيت الزيتون عندي اهو، هحط منه. انا حطيت معلقتين شاي اخضر، هحط عليه برضو معلقتين كده ايه زيت زيتون، لان طبعا زيت الزيتون ده فوائده رهيبة اهو كده كويس. وحنروح مع بعض على البوتاجاز نشوف الوصفة بتكتمل ازاي وتكون جاهزة للاستعمال ازاي. هاجي احط مية هي بتغلي على النار، اعلي عليها شوية اهي، شايفين المية بتغلى على النار اهيت. وده طبعا اهوت الزيت اللي انا حطيته على الشاي الاخضر، وهحطه هنا يعني زي حمام مية كده. هاسخن الزيت مع الشاي تسخين، مش هخليه يغلي، لان طبعا احنا عارفين ان زيت الزيتون ما بتغليش، حتى لما بنحطه على الاكل كده بنحطه اخضر كده، ما تمشيش وتسيبي الزيت الا ممكن الزيت يغلي. تسخين بس كده اهو. انا مش راضية افصل الكاميرا عشان اعرفك انا بعمل ايه اهو، لحد يعني ما يسخن وياخد كله من بعضه كده. مع التقليب المستمر كده اهو، بتحط فوطة مطبخ في المية، يعني يكون التسخين اكتر، ارتفاع درجة الحرارة اكتر تحت الزيت مع الشاي. كل شوية يعني ايه تروح عاملة كده تشوفي ان انت ايدك تستحمله ولا لا. التقليب مستمر كده اهو، والمية بتغلي تحته. كده اشوف تاني، انا فصلت الكاميرا على ما يسخن اهو كده كويس كده، اطفي عليه. وبعدين يا ستي هاعمل ايه؟ هاروح واخده الحلة كده اللي انا مسخنة فيها اهو الزيت مع الشاي، وهجيب مج زي ده اي حاجة ان انتي هتصفي فيها اهو، شايفين كده
واروح جايبه مصفه شاي، بس مصفه يعني تكون العيون بتاعتها ما تنزلش حاجه خالص. ويستحسن لو انت عندك شاشه، الشاشه تدي نتيجه احسن، بس انا ما عنديش شاشه، فديت برضه تأدي الغرض. فهاصفيها كده اهو، اصفي شويه دول. طبعا ما سيبش ولا اي حاجه، لان الزيت زيت الزيتون غالي والشاي الاخضر، فنستنفع بيهم اهو. كده يا ستي شوفي اهو، خدت مكونات الشاي والماده اللي موجوده في الشاي، كده اصبح عندك زيت شاي. زيت الشاي ده غالي جدا، بيتباع بره غالي، احنا ممكن نعمله في البيت. ده فايدته ايه؟ بيشيل الشوائب اللي في الوش وهالات والهالات اللي في البشره والنمش واي مشاكل في البشره تتهني منه. وان شاء الله هتدعي لي، ويا ريت لو نسيتي ضغطه لايك لحد الان تضغطي لي ضغطه لايك تقديرا منكم لمجهودي. وكده الوصفه بتاعتنا النهارده انتهت، دمتم في امان الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.